37 مليون طفل في العالم بيعاني من السمنة ومضاعفاتها، رقم كبير وعمال يتضاعف من 100 سنة أكتر من 3 مرات. يا ترى ليه وإيه اللي بيحصل؟ ما تيجي نعرف أصل الحكاية. أطفالنا الفترة دي بدأوا يتخلوا عن أهم معالم الطفولة وهي اللعب والتواصل مع غيرهم من الأطفال، وبدأوا يقضوا وقت أطول على الشاشات. نظام أكلهم اتغير، وبدأنا نلاحظ أن اللانش بوكس اللي كان فيه أكل صحي وخضار وفاكهة بقى فيه أكل غير صحي ومقليات وحلويات. الكسل بقى سيد الموقف، ولاحظنا أن الأطفال ما بقتش بتنام بدري وبيسهروا لحد الفجر. كل المواقف دي أدت بأطفالنا لبداية طريق السمنة اللي اكتشفنا أنه مسيطر أساسي على هرمون الذكورة. لو عايزين تعرفوا أكتر إزاي تحموا أطفالكم من أخطار السمنة تابعوا حلقة النهاردة، واللي هيكلمنا فيها دكتور أسامة غطاس عن أخطر مضاعفات السمنة وقلة النشاط والحركة المتعلقة بهرمون الذكورة عند الأطفال الذكور واللي ما تخطرش على بال الأهل. ومعانا ضيف بنتابعه وبنحبه كلنا بتتكلم كل يوم عن خطورة السمنة وبتحاربها بالذات عند الأطفال. تابعونا في الحلقة دي مع دكتور أسامة غطاس وبرنامجكم عالم الرجال. أهلا بيكم مشاهدينا الأعزاء في أولى حلقات برنامجنا عالم الرجال. الحقيقة أنا سعيد بتواجدي معكم على قناة النهار. أنا الدكتور أسامة غطاس، استشاري الذكورة وجراحات العضو الذكري وعلاج الضعف الجنسي وتأخر الإنجاب. فكرة البرنامج بتاعنا عالم الرجال إن احنا عايزين نعمل برنامج خاص بالرجال، خاص بالرجال فقط، هنتكلم فيه على كل الحاجات اللي تخص الرجل، نواحي صحية، نواحي إنجابية، نواحي نفسية، حتى الشق التجميلي هنتكلم عنه. هنستضيف أطباء متخصصين في مجالات مختلفة، هنتكلم بصراحة، هنجاوب على كل أسئلتكم بصراحة. فياريت اللي عنده أي سؤال أو استفسار يبعته لنا، هنجاوب على كل الأسئلة. هتلاقونا موجودين دايما معاكم. إحنا هدفنا من البرنامج ده إن إحنا نخلق جيل من الرجال الأصحاء الأقوياء، نخلق جيل من الشباب اللي عنده وعي في حاجات كتير المجتمع ما بيحبش يتكلم عنها. الراجل هو العمود الفقري للمجتمع ولازم يتمتع بصحة جيدة، سواء صحة عامة أو صحة جنسية وإنجابية. هنتكلم على كل الحاجات اللي تخص الرجل في برنامجنا عالم الرجال. وعشان نبدأ مظبوط لازم ناخد الموضوع من أوله خالص، وعشان كده أنا اخترت أن يكون موضوع أول حلقة من حلقاتنا هو الأطفال، لأن الطفل النهاردة هو رجل المستقبل، ولو في مشكلة في الطفل النهاردة هتنعكس عليه في المستقبل. فلو احنا عايزين نخلق جيل فعلا من الرجال والشباب الأصحاء الأقوياء، لازم نخلق جيل من الأطفال الأصحاء والأقوياء. حابب أتكلم النهاردة على موضوع هام جدا اللي هو صغر حجم الأعضاء التناسلية لدى الأطفال، وإزاي ده بينعكس إنه بيسبب صغر في حجم الأعضاء التناسلية عند الرجل لما بيكبر. فالطفل اللي عنده صغر في حجم الأعضاء التناسلية لما هيكبر هيبقى رجل عنده صغر في حجم الأعضاء التناسلية، لكن محدش خد الموضوع ده وابتدى يحلله ويعرف ايه الاسباب ويحاول يعالجها. الحقيقة احنا هنا هنتكلم على الاسباب وازاي نقدر نعالجها. اللي خلى في خلل في حجم الاعضاء التناسلية لدى الشباب والاجيال الجديدة من الرجال ان هم كانوا اطفال وعندهم خلل في حجم الاعضاء التناسلية، فلما كبروا حصل كده. وعلى فكرة في امهات كتير واباء كتير بينتبهوا وياخدوا بالهم ان ابنهم حجم الأعضاء التناسلية بتاعته ما تتناسبش مع سنه وما تتناسبش مع حجمه، لكن المشكلة اللي بتواجهنا إن كتير من الأمهات دول أو الأباء لما بيستشير حد من الأطباء، خاصة أطباء الأطفال أو حتى أطباء الذكورة، في معظم الأحيان الكلام اللي بيتقال لا الولد كويس سيبوه لما يكبر يبقى كويس، وده كلام مش صحيح. وفي ناس تانية بتقول لا ده الولد عشان سمين فلما يخس يبقى كويس، برضو ده كلام مش صحيح. وفي ناس بتقول لا ان ده عشان عيب في الطهارة لازم نصلح الطهارة، ده كلام مش صحيح. واطباء تانية بيقولوا لا ده عضو مدفون ولازم نعمله عملية جراحية، كل ده كلام عاري من الصح. كل الحاجات دي ممكن تكون مزودة المشكلة لكن مش هي اساس المشكلة. يعني السمنة وان الطهارة لو مش كويسة وكل الحاجات دي ممكن تخلي المشكلة تبان اكتر، لكن هو اساس المشكلة ان حجم العضو نفسه صغير لا يتناسب مع سن الولد.
فأنا بطلب من كل أب وأم أو كل جد وجدة سمعيني دلوقتي، قوم دلوقتي حالا اطمن على ابنك، بص عليه، شوف حجم الأعضاء التناسلية، مفيش حاجة اسمها عيب، مفيش حاجة اسمها كسوف، مفيش حاجة اسمها خجل، ده مستقبل رجل وشاب بيتكون دلوقتي وانت المسؤول عنه، انت المسؤول عنه. فياريت كل أب وكل أم وكل جد وكل جدة يقوم يبص على ابنه أو على حفيده دلوقتي ويتأكد ان حجم الأعضاء تتناسب مع حجم الولد وسنه، ولو حس بلحظة واحدة شك ان الأعضاء التناسلية لا تتناسب مع سن الولد ياريت يبتدي ياخد خطوة. الخطوة دي تكون في صورة ان هو يروح لدكتور متخصص ويكشف ويفحص ويعمل تحليل للهرمون الذكري وللهرمونات ويعمل أشعة على الخصيتين ويشوف حجم الخصية ويقيس العضو الذكري ويشوف حجم العضو، يبقى الموضوع ما يتسابش كده بالبركة. طيب احنا هنستعرض هنا في الحلقة ايه أسباب المشكلة وامتى ظهرت وليه حصلت وازاي نقدر نعالجها. عشان نفهم المشكلة جت منين لازم نحط قدامنا بعض الحقائق المهمة جدا جدا. أول حقيقة علمية لازم نبقى عارفينها إن الأطفال سواء ولد أو بنت هو نفسه بينمو نتيجة حاجة اسمها جروس هرمون أو هرمون النمو. فاللي بيخلي الطفل ينمو هو هرمون النمو. لكن الأعضاء التناسلية عند الولد وعند البنت كل حاجة منهم بتنمو نتيجة هرمون مختلف. فالأعضاء التناسلية عند الولد بتنمو نتيجة الهرمون الذكري. والأعضاء التناسلية عند البنت بتنمو نتيجة الهرمون الأنثوي. فإذا الولد عشان ينمو طبيعي لازم يكون عنده هرمون نمو طبيعي وهرمون ذكري طبيعي، الاثنين في صورة طبيعية. طيب تخيلوا لو واحد من الهرمونات دي اختل وما بقاش مظبوط، اللي هيحصل إن حاجة معينة هتنمو طبيعي والتانية مش هتنمو طبيعي. يبقى كل أعضاء الجسم بتنمو نتيجة الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو. كل أعضاء الجسم دي اللي هي إيه؟ الطول، العظم، الكلى، الكبد، كل أعضاء الجسم نتيجة الجروس هرمون. لكن الأعضاء التناسلية فقط نتيجة الهرمون الذكري. فلو تصورنا أن ولد عنده الهرمون الذكري طبيعي لكن عنده نقص في هرمون النمو، إيه اللي هيحصل؟ أن الولد أعضاء التناسلية هتبقى طبيعية لكن هرمون النمو هيكون قليل، فهينتج عن كده أن الولد هيكون قصير وحجمه مش طبيعي. طيب العكس بقى صحيح، لو الولد هرمون النمو عنده طبيعي لكن عنده نقص في الهرمون الذكري، هو هينمو بصورة طبيعية لكن أعضاء التناسلية مش هتنمو بنفس المعدل. يبقى احنا رجعنا وقلنا ان اللي بيخلي الولد ينمو هو هرمون النمو لكن أعضاء التناسلية بتنمو نتيجة الهرمون الذكري. اذا لو في خلل في الهرمون الذكري الولد هينمو طبيعي لكن أعضاء التناسلية مش هتنمو بمعدل طبيعي. طب ايه اللي ممكن يخلي الولد عنده نقص في الهرمون الذكري وايه اللي خلى ده يظهر في الفترات الاخيرة؟ في الأجيال القديمة كان ده بيحصل في حالة مرضية أو حالات مرضية معينة، ودي كانت بتبقى حالة مرضية احنا عارفينها. فكان أشهر الحالات المرضية حاجة اسمها هايبوجونادوتروبيك هايبوجونادزم، ده ولد عنده خلل في هرمونات الغدة النخامية فعنده نقص في هرمون الـ FSH والـ LH، عنده نقص شديد في الهرمونين دول. فيبانتوا عن كده إن الخصية ما بتكبرش فما بتطلعش هرمون ذكري، بس دي حالة مرضية وإحنا كنا بنبقى عارفينها وبنقدر نشخصها. الحالة المرضية التانية وبرضو اللي يعني هي نادرة بس موجودة، خلل كروموسومي اسمه كلاين فلتر سندروم، ده راجل بيكون عنده كروموسوم اكس زيادة، فبينتج عن كده برضو ان الخصية عنده بيكون فيها ضمور ومش شغالة بكفاءة كويسة. لكن الحقيقة انا هنا مش بتكلم على الخلل الكروموسومي او حتى الهايبوجنادوتروبيك هايبوجنادزم اللي هو الخلل الهرموني، انا بتكلم على طفل طبيعي مولود طبيعي، دكتور الاطفال كشف عليه لقى حجم العضو طبيعي وهو مولود وحجم الخصيتين طبيعي وموجودين في مكانهم. انا هنا مش بتكلم على حالات مرضيه، دي الحالات المرضيه دي هنفرد ليها حلقات بعد كده، لكن انا هنا بتكلم على ولد مولود طبيعي، دكتور الاطفال شافه وقال للاهل انه طبيعي، والاب والام كانوا متابعين الولد لغايه سن 4 أو 5 أو 6 سنين وكان الولد طبيعي، لان المشكله غالبا بتبدا في السن ده 5 6 سنين، في السن اللي الولد بيبتدي فيه يختفي عن أنظار الأم، يبتدي يستقل بذاته، بياخد شاور لوحده، بيلبس لوحده، فالأم والأب مش شايفينه، فيبتدي هنا في السن ده يتلخبط والدنيا تتلخبط. لكن الأهل مش واخدين بالهم ليه؟ لأن الولد شايفينه بينمو طبيعي، بيطول عادي وبيرد عادي زي بقية زمايله، فمتصورين إن كل حاجة بتنمو فيه طبيعي. وطبعا أنا كشخص مش فاهم طب هفهم كده، أنا ابني بيطول إذا كليته بتكبر، إذا عضلة القلب بتكبر، إذا الكبد بيكبر، وبالطبيعي يكون العضو بيكبر والخصية بتكبر. لكن ده مش الحقيقي، الولد بيكبر نتيجة الهرمون النمو لكن أعضاء تنسى نتيجة الهرمون الذكري. طيب في الأجيال الجديدة دي كلها معظم الأطفال عندهم نقص في الهرمون الذكري، وده راجع لإيه؟
خلينا متفقين على حاجة مهمة جدا، ان من بدء الخليقة لغاية من 20 او 30 سنة فاتوا كانت وسيلة الترفيه الوحيدة لدى الاطفال هي الحركة، هي اللعب. فاللي كان اللي مش مشترك في نادي بيلعب في الشارع، بيجري طول الوقت في البيت، بيلعب مع اخواته، يعني طول الوقت الولد بيتحرك، طول الوقت الولد بيلعب، ما عندوش وسيلة ترفيه تانية. الحركة هي اكتر حاجة بترفع نسبة الهرمون الذكري، وابحاث كتير بتتكلم ازاي ان انقباض العضلات بالذات عضلات الرجلين هي اكتر حاجه بترفع الهرمون الذكري لدى الاطفال ولدى الرجال كمان. عشان كده الراجل اللي عنده نقص في الهرمون الذكري بننصحه يمارس رياضه. يبقى اذا انقباض العضلات والحركه واللعب وممارسه الرياضه هي اكتر حاجه بترفع الهرمون الذكري. طيب ايه اللي جد؟ انه من 20 او 30 سنه مع بدايه ظهور البلاي ستيشن وكل وسائل الترفيه والايباد والاكس بوكس وكل وسائل الترفيه الحديثه دي اللي خلت الولد قاعد في مكانه وبيلعب كوره وبيلعب تنس وبيلعب بوكس وبيجري، وهو قاعد في مكانه وبيلعب مع اصدقائه اللي قاعدين في بيوتهم برضه، وهم ما بيتحركوش كلهم، الولاد قاعده في مكانها وبيمارسوا كل انواع الرياضات. مش كده وبس، اتاحه الكرتون 24 ساعه بقت في قنوات مخصصه للكرتون، والكرتون بقى متاح 24 ساعه على النت. يعني في الاجيال القديمه من الجيل بتاعنا احنا كان الكرتون ده بيجي نص ساعه او ساعه في الاسبوع بس، لكن احنا بقية الاسبوع ما عندناش اي وسيلة ترفيه كاولاد غير اللعب غير الحركة. لكن تخيلوا كل ده مش حاصل في اجيال الجديدة. الاجيال الجديدة كلها عندهم وسائل ترفيه كتير جدا غير الحركة. وطبعا هنا ده راجع لعدم وعي الاهل، الحاجات دي المفروض تبقى مقننة، المفروض الولد يقعد على النت نص ساعة ساعة في اليوم بحد اقصى. لكن ان هو يتساب بالساعات الطويلة قاعد على النت وقاعد على الايباد وقاعد على البلاي ستيشن وقاعد بيتفرج على الكرتون ساعات طويلة، وساعات الأم بتفرح من ده تقول لك خلاص سيب الولد قاعد مشغول وتبتدي هي تشوف الحاجات اللي وراها. لكن يا جماعة ده مش صح. حتى لو افترضنا ان الولد ده بيتمرن في نادي، هتعمل ايه ساعة ولا ساعتين في الأسبوع ولا 3-4 ساعات في الأسبوع في يوم كامل 24 ساعة كل يوم لمدة 7 أيام في الأسبوع؟ يبقى إذن حتى الاشتراك في النادي مش كفاية، الولد لازم يتحرك، لازم يلعب، لأن الحركة هي اللي بتخلي الهرمون الذكري يرتفع في الدم، فبالتالي أعضاء التناسلية تنمو بصورة طبيعية. طب إذا يبقى من 20-30 سنة مع ظهور الطرق الترفيه الحديثة دي ابتدى إن مفيش حركة، فابتدى الولد ما يتحركش، حركته تقل بصورة كبيرة جدا، فابتدى يبقى في نقص في الهرمون الذكري. ضيف على كده إن الحياة بقت أكثر رفاهية من زمان، فبقى معظم العمارات فيها أسانسير، إحنا زمان كنا بنطلع على السلم. كل المدارس دلوقتي بقى في باص بياخد الولاد يوديهم المدرسه، احنا كنا بنروح المدرسه ماشي. فكل ما بتزيد الرفاهيه كل ما المشكله بتزيد، والمشكله دي موجوده اكتر في المجتمعات الاكثر رفاهيه. يعني احنا بنلاحظ المشكله دي اكتر في دول الخليج نظرا ان الرفاهيه هناك اكتر بكتير. كل ده نتج عنه ايه؟ نقص شديد في الهرمون الذكري. طيب ايه تاني؟ سمنه مفرطه. ليه؟ الولد ما بيتحركش فقاعد بياكل وما بيتحركش فوزنه بيزيد. مش كده وبس، نقص الهرمون الذكري بيقلل معدل الحرق لدى الاطفال، فالاهل يقول لك الولد ده ما بياكلش لكن بيتخن. دي النقطه الثانيه المهمه اللي احنا هنتكلم عليها اللي هي السمنه، ودي اللي هتكلمنا فيها ضيفتنا النهارده ان شاء الله الدكتوره نيلي شمس. يبقى اذا الولد قاعد في مكانه ما بيتحركش، عنده نقص في الهرمون الذكري، عنده سمنه. نقص الهرمون الذكري بيخلي الولد عنده خمول، فالولد نفسه بيبقى مش عايز يتحرك. الاهل يقول لك احنا بنحركه بالعافيه. ليه؟ نقص الهرمون الذكري عامل الولد خمول، وزي ما اتفقنا مقلل الحرق فعامل له سمنه. طيب ايه المشكله في السمنه؟ لا، في مشاكل كتير في السمنه، اهمها ان الدهون اللي في الجسم فيها انزيم اسمه الاروماتيز بيكسر الهرمون الذكري يحوله لهرمون انثوي. يبقى اذا حبه الهرمون الذكري الصغيرين اللي عند الولد اتكسروا وتحولوا لهرمون انثوي، فبقى عندنا طفل بينمو وما عندوش تقريبا هرمون ذكري وعنده هرمون انثوي مرتفع. يبقى احنا لسه قايلين ان اللي بيميز الولد عن البنت ان الولد عنده هرمون ذكري والبنت عندها هرمون انثوي. طب تخيلوا بقى ولد عنده تقريبا ما فيش هرمون ذكري وعنده هرمون انثوي، فالولاد بقوا شبه البنات، تلاقي الولد عنده تسدي، عنده بطن، عنده كرش، عنده تكتلات دهون في اماكن غريبه، والاهل فاكرين يقول لك يعني ده خلقه ربنا. لا، هو الحقيقه مش خلقه ربنا، هو ده الولد عنده خلل هرموني جسيم، عنده نقص شديد في الهرمون الذكري، عنده ارتفاع في هرمون الاستراديول، وفي بعض الاحيان بيكون عنده ارتفاع في هرمون البرولاكتين. كل ده بيؤدي الى تسدي وان شكل الطفل بقى غريب مش طبيعي. طيب ايه تاني بيعمله الاستراديول ده؟ الاستراديول ده المخ بيستقبله على انه زي الهرمون الذكري بالظبط، فلما بيلاقي نسبته عليت في الدم الاستراديول ده اللي هو الهرمون الانثوي، فالمخ لما بيلاقي ان الاستراديول عالي بيبعت اشاره خصيه يقول لها ما تشتغليش.
طيب يبقى احنا عندنا ولد عنده نقص شديد في الهرمون الذكري، عنده سمنه، عنده ارتفاع في الهرمون الانثوي. طيب كل ده نتج عنه ايه؟ ان الولد عمال يكبر لكن اعضائه التناسليه ما بتنموش. ليه؟ الاعضاء التناسليه بتنمو نتيجه الهرمون الذكري، والولد ما عندوش هرمون ذكري فبتفضل صغيره. طب الاعضاء التناسليه دي اللي هي ايه؟ العضو الذكري والخصيتين. المشكله بقى ان الخصيتين هم اللي بيطلعوا الهرمون الذكري، فاذا الولد عنده نقص في الهرمون الذكري فالخصيتين صغيرين ما بيطلعوش هرمون ذكري فيفضلوا صغيرين، فما يطلعوش هرمون ذكري فيفضلوا صغيرين، ونفضل في الدايره دي. الولد عمال ينمو واعضاء التناسليه ما بتنموش، فالام تيجي تاخد بالها تقول لك الولد ده من سن 5 سنين واعضائه زي ما هي ما بتكبرش. المشكله بقى زي ما اتفقنا ان الام لما بتاخد بالها وتروح بيه لكتير من الزملاء الاطباء يقول لها لا الولد طبيعي سيبيه لما يكبر يبقى كويس. ده مش حقيقي يا جماعه، ما فيش حاجه اسمها كده. هنا الولد عنده خلل هرموني جسيم، فبنبص لا الولد عنده سنه 10 سنين لكن اعضائه التناسليه بتاع الطفل عنده 4-5 سنين، الولد سنه 12 سنه واعضائه التناسليه بتاعت ولد عنده 5-6 سنين. طيب الحل هنا ايه؟ الحل ان انا اكبر الاعضاء التناسليه بحيث ان هي توصل تبقى سن زي سن الولد. احنا زي عربيتين المفروض يبقوا ماشيين جنب بعض، واحده منهم سبقت الثانيه، فالحل الوحيد ان انا ازود سرعه الثانيه دي لغايه ما تحصل اختها وبعد كده اسيبهم يمشوا جنب بعض، وده اللي احنا بنعمله. وبنعمل ده بعلاج دوائي فقط، هنا مفيش دور للتدخل الجراحي. فمش حقيقي ان احنا نروح نعمل شفط دهون للولد او نطلع العضو المدفون زي ما بيتقال ولا نصلح له الطهاره، كل دي حاجات ملهاش قيمه مش هتفيد في اي شيء. وبيجي لي امهات كتير واباء كتير راحوا عملوا التدخلات الجراحيه دي وما استفادوش بشيء، وجم وقالوا لي ان الولد زي ما هو، رحنا قالوا الدكتور قال لي ده عضو مدفون وعملت له عمليه جراحيه وفي الاخر الولد زي ما هو. لان الولد هنا مشكلته ان العضو صغير، العضو ده مجرد ما كبر هيبتدي يظهر ويبان. طيب يا جماعه يبقى اذا انا ما صدقش اي دكتور يقول لي سيب الولد لما يكبر يبقى كويس، ده مش حقيقي. ليه؟ هما بيعتمدوا على فكره ان الولد ساعه البلوغ اعضائه التناسليه بتنمو، وده حقيقي بس بتنمو بنسبه من اللي موجود. يعني نقدر نقول الاعضاء التناسليه بتنمو ساعه البلوغ بنسبه 30% من اللي موجود. فلو الولد ساعه البلوغ كان العضو الذكري عنده 10 سم مثلا، فبعد البلوغ هيبقى 13 سم. لكن تخيلوا لو هو 5 سم بعد البلوغ هيبقى 6.5 سم. يبقى اذا ما تتصورش ابدا ان الولد هيجي ساعه البلوغ كل حاجه هتتغير، والا ما كانش بقى في مشكله، كان كل الرجاله بقى عندهم حجم عضو ذكري كبير وخصيتين كبار. هو ايه اللي بيخلي راجل مختلف عن راجل في حجم العضو الذكري وحجم الخصيتين؟ هو الخلل الهرموني اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب تخيلوا ان احنا في ايدينا نخلي اولادنا عندهم احجام اعضاء تناسليه كويسه ويخلفوا بسهوله ويكونوا اكثر سعاده في حياتهم الزوجيه، ومع ذلك ما بناخدش اي خطوه. كلنا نفسنا اولادنا يبقوا احسن مننا، وبنحاول نهيئ لهم كل الفرص المناسبه عشان يبقوا احسن ناس. فبنعلمهم كويس وبنحاول نسيب لهم ثروه وبنوديهم النادي يتمرنوا وبناخد بالنا من صحتنا، لكن ناسيين حاجه مهمه جدا ممكن تعكنن عليهم حياتهم مدى الحياه، هي حجم الاعضاء التناسليه. فيا جماعه زي ما بنهتم بصحه اولادنا وبنهتم بتعليمهم، رجاء نهتم بالنقطه دي لان النقطه دي مهمه جدا. المشكله هنا تكمن في نقطتين، ان المخاطب بالمشكله انا مش عارف اوصل له. انا بكلمكم دلوقتي لكن صاحب المشكله نفسه الطفل هو مش فاهمني، هو مش بيتابعني، هو مش عارفني. المشكله الثانيه ان هو هيتبه امتى؟ لما يكبر. هيكبر ده في سن كام؟ 18-20-22 هيبتدي الولد ياخد باله. طب ايه المشكله هنا؟ ان هنا خلاص ما فيش علاج. احنا مشكلتنا احنا بنتكلم على حاله مرضيه ليها توقيت معين، لو ما تعالجتش فيه مش هينفع تتعالج. في امراض لو ما عالجتهاش النهارده عالجها بكره، عالجها كمان سنه. لكن الحاله دي لازم تتعالج قبل مرحله البلوغ. عشان كده يا جماعه بقول رجاء ناخد بالنا وننتبه، لان بعد البلوغ مفيش علاج، بعد سن البلوغ مفيش علاج. فاللي عنده ولد يبص عليه يتاكد بالاشعاعات وبالتحاليل ونتاكد ان الولد ما عندوش مشكله. من الحاجات المهمه اللي اتكلمنا عليها اللي بتاثر على الموضوع دوت السمنه، وده هيبقى موضوع لقائنا مع ضيفتنا النهارده الدكتوره نيلي شمس بعد الفاصل، انتظرونا. معاكم في موضوع حلقتنا النهارده اللي هو صغر حجم الاعضاء التناسليه لدى الاطفال. وزي ما احنا قلنا قبل الفاصل ان من اهم الاسباب ديت هي السمنه. واحنا عايزين نتكلم مع ضيفتنا النهارده، بتشرفني في الاستوديو الدكتوره نيلي شمس استشاري التغذيه العلاجيه والصحه العامه. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نتكلم على السمنه لدى الاطفال. يعني ملحوظ ان الموضوع ده بقى منتشر اكتر في الاجيال الجديده.
كنت عايز اعرف من حضرتك راي حضرتك ايه السبب ده، ايه اللي خلى الاجيال الجديده من الاطفال عندهم سمنه مفرطه؟ طريقه العيشه الجديده، التغذيه بتاعه الامهات الجديده، لانه السمنه زي ما حضرتك عارف هي وراثه، الطفل بيبقى وارث الجين او الاستعداد الجيني الوراثي للسمنه، ولكن سبحان الله العوامل الحياتيه من اول ما بيبقى الجنين في بطن امه بتفرق اذا كان الطفل ده هيصاب بالسمنه في المستقبل ولا لا. فنتخيل بقى تغذيه الام، نتخيل طريقه عيشتها، الاكل نوعيته مش كميته، هم الناس دايما بيروحوا ناحيه الكميه بتاعه الاكل، لا النوعيه نفسها بتاعه الاكل سواء كان اثناء الحمل اثناء الرضاعه، ده بيفرق جدا جدا في حاجه اسمها الميكروبيوتا او البكتيريا النافعه اللي موجوده في امعاء الام ومنها الى الطفل ومنها الى التعرض لمرض السمنه. فطريقه العيشه، لان طبعا انا ممكن اكون عندي استعداد جيني وراثي بس مش لازم يظهر عندي كطفل سمنه الا لو كانت عيشتي مع ان يظهر عندي ده. طبعا مع الوضع في الاعتبار ان احنا بنتكلم على السمنه البسيطه، يعني اللي هي ما فيهاش عوامل اخرى مرضيه بتؤدي اليها، لانه حضرتك طبعا عارف انه في سمنه جينيه بيبقى في خلل جيني او طفره جينيه بتحصل تخلي الطفل ده عنده سمنه، او حاجه تخص الغدد الصماء عند الطفل بتسبب سمنه. لا احنا مش بنتكلم على السمنه المرضيه دي، يعني دي ممكن بس دي حته مهمه قوي للتفرقه، لانه الاهل ما بيعرفوش يفرقوا، يعني هما بيقعدوا فتره طويله عبال ما بيدركوا ان هما محتاجين تخصص الغدد الصماء للاطفال عشان نشخص هل هي سمنه بسيطه ولا هي سمنه مرضيه. طيب هما هل في حاجه يقدروا يفرقوا بيها ولا هما لازم يروحوا يكشف؟ تحليل طبعا، يروح يكشف مع دكتور اطفال تخصص غدد صماء. اول ما تلاحظي ان ابنك عنده سمنه، حتى قبل ما احنا كمتخصصي تغذيه نشتغل، دكتور الاطفال لازم الاول يحط ايده على الطفل، يعمل التحاليل اللازمه، يشوف التشخيص بتاع الطفل ايه، لانه زي ما قلت لحضرتك ممكن يصاحب للسمنه اللي احنا هنعالجها خلل في الغدد مثلا زي غده الدرقيه، فلازم هو يشخص الاول قبل ما احنا نبتدي مع الطفل. فانا انصح اي ام ملاحظه ان طفلها او بنتها او ابنها عنده مشكله وزن، الاول غدد صماء اطفال لتحديد نوع السمنه، بعدها يجي دور التغذيه. طيب يعني افهم من كده من حضرتك ان حضرتك بتنصحي زملائنا اطباء الاطفال ان لما يجي لهم طفل حاسين ان وزنه زياده يطلبوا له التحاليل اللي حضرتك اشرتي عليها؟ ده روتين عندهم، ده في الجايد لاينز في المراجعه العلميه لازم يتعمل ده. وبعدين الحمد لله الحمد لله الوعي انتشر ما بين الاطباء، اي تخصص اخر غير التغذيه هم يلجأوا الى متخصص التغذيه. احنا عندنا مشكله يا دكتوره، ان دكتور الاطفال دايما بيروح للطفل بشكوى معينه هو بيبقى مركز فيها، الولد رايح له بالتهاب في الحلق فبيعالجه في التهاب الحلق، بس ما بيهتمش بانه يبص على الولد ككل. يمكن انا الحته دي ملاحظها في الشق بتاعنا في شق ذكوره، ان انا دايما بطلب من زملائي اطباء الاطفال ان رايح لك طفل بيشتكي من التهاب في الحلق، التهاب في الصدر، انت بص على العضله عشان مش هتخسر حاجه، لو حسيت ان الولد عنده اي خلل تاني، حسيت ان عنده تثدي او حاجه اطلب له تحليل هرمونات. فانا برضو فرصه ان احنا ننصح اطباء الاطفال ان هم يهتموا بشق السمنه ده ويبتدوا يعملوا تحاليل تبين الولد ده عنده سمنه مفرطه ولا لا. طيب معلش ناخد الموضوع من اوله، يعني هل مثلا حضرتك شايفه ان الرضاعه الطبيعيه او الرضاعه اللي مش طبيعيه ليها دور في الحته دي؟ طبعا 100% ليها دور. الرضاعه الطبيعيه من اكتر العوامل اللي ينفع ان هي تمنع ظهور السمنه عند الطفل. امتى؟ لما يبقى مكون اللبن طبيعي، مكون اللبن صحي، مكون اللبن ما فيهوش بروسيسد فود اللي هي بنقول عليها اغذيه مصنعه. فهي الام تغذيتها ونوعيه الطعام، انا باكد مش الكميه فقط، بتفرق جدا 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 في موضوع السمنه ده عند الطفل. فمن اول الرضاعه الطبيعيه طبعا رقم واحد. رقم اتنين، من اول ما البيبي يتفطم انا ببدا افطم، بعمل ويننج، او الفطام ده انا بدخله ايه؟ يعني تخيل انت حضرتك طفل اول حاجه تخش له حاجات مسكره، حضرتك بتعود التيست بادز عنده او حاسه التذوق عنده على ليفل او معدل معين من السكر. اي تصرف او تدخل انا بعمله من اول ما الطفل يبقى يعني عهده عليا او امانه عليا، واول ما ادخله الاكل بيخش معانا في موضوع السمنه. من بعدها هو المحيط في الاسره ايه؟ ايه المتاح في البيت كاكل؟ الاسره ايه اللايف ستايل بتاعها او طريقه عيشتها؟ الموضوع معقد ومتشعب على فكره. عشان كده بقول لحضرتك هي مسؤوليه 100% للام وبعدها الاب كاسره، لانه العوامل الحياتيه بتفرق جدا في موضوع ظهور السمنه. طب احنا ازاي نعمل توعيه للامهات بالذات في موضوع الفطام دوت، ايه اللي المفروض الطفل يبتدي بيه؟ هل في ارشادات زي كده مثلا في الوحدات الصحيه؟ يعني ايه اللي 100% ممكن في طبعا والحمد لله دلوقتي ظهر تخصص استشاري رضاعه طبيعيه، استشاري رضاعه طبعا بيبقوا دكاتره اطفال تخصص تغذيه وبياخدوا الشهاده دي، شهاده موجوده وبتقدم يعني ومتاحه. التخصص ده بقى بيبتدي يوجه الام تعمل ايه اثناء فتره الرضاعه وازاي تبدا تفطم الطفل ويتفطم على ايه.
يعني انا فرحانه جدا وسعيده بموضوع التخصصات اللي ظهرت مؤخرا، حتى ذكر حضرتك لدكاتره الاطفال، عشان كده بقول لحضرتك هو دكتور الاطفال اصلا روتين لازم يشوف وزنه وطوله وحاجات كده ويقارن بالنسبه للسن، بس هو زي ما قلت لحضرتك تخصص الغدد الصماء هو اكتر تخصص واعي بحته الوزن وعلاقه الوزن بالخلل الهرموني. فطبعا استشاري الرضاعه الطبيعيه من اكتر الناس اللي ممكن يوجه ده، زائد ان احنا بنحاول والله يا دكتور يعني على قد ما نقدر ندي ارشادات عامه، فالام لازم تثقف نفسها يعني تدور على قناه للتثقيف في حته الفطام. طيب الاب والام اللي هم عندهم سمنه بالضروره طفلهم هيبقى عنده سمنه؟ بالضروره يبقى في احتمال انه يظهر عنده السمنه بنسبه، لكن مش شرط يظهر عنده السمنه. بدليل انه في دراسه اتعملت على الامهات اللي بيعانوا من السمنه، وقسموا الامهات دول لنصين، نص عملوا لهم عمليه تحويل مسار والنص التاني سابوهم بوزنهم اللي هو فيه معاناه من السمنه، وابتدوا يتتبعوا الامهات دي مع الحمل والاطفال بتاعتهم في المستقبل وزنهم بقى عامل ازاي، لقوا سبحان الله نسبه السمنه للامهات اللي حملوا في اولادهم وهم بيعانوا من السمنه اعلى بكتير من نسبه الاولاد اللي هم امهاتهم خسوا قبل ايه؟ قبل ما يحملوا. فهو وزن الام مع ان الجيناتيك فاكتور هنا موجود، الله ينور على حضرتك، ما هو مش جين وراثي فقط، هو زي ما قلت لحضرتك هي عوامل كتيره جدا، بدايه من وجود الطفل جوه بطن امه وهو جنين، الام لو كانت بتعاني من السمنه دي بتاهب الطفل نفسه ان هو يبقى معرض للسمنه بعد كده. عشان كده دايما بالنادي في الصحه الانجابيه ايه بقى، حضرتك لما تخشي تحملي انزلي في الوزن الاول، كل ما هتنزلي في الوزن دهون كل ما هيبقى ده بالنسبه لطفلك عامل وقائي ان هو يظهر عنده سمنه حتى لو هو هيورث. طيب يعني دي معلومه مهمه جدا بنقولها للمشاهدين، ان الام يا ريت تخس قبل ما يعني تخش في موضوع الحمل، وحضرتك بتنصحي انها ممكن تلجأ للجراحه لو هي عندها سمنه مفرطه؟ لا انا ما نصحتش بكده، انا بقول ان الدراسه عملت كده، لان حضرتك عارف جراحات السمنه بتؤدي الى نزول الوزن كميه كبيره في فتره قصيره، فهم يعني لجأوا لده علشان يشوفوا يعملوا يعني تقييم للنتائج، لكن هو اي واحده تقدر تخس بطرق other than السمنة يعني، وكل واحدة وظروفها، بس هو ما تخشيش في قصة الإنجاب وتبقي مستعجلة ولأ عشان ألحق وبتاع، لأنه ده هيعرض ابنك. مش بس أصل هو مشكلة السمنة إيه يا دكتور؟ إن إحنا بقينا في سن صغير جدا بنلاقي مشاكل، منها المشكلة اللي حضرتك بتناقشها في الحلقة، منها إنه الأطفال بتعرض لحاجة اسمها متلازمة الأيض اللي هي بيبقى معاها ارتفاع في ضغط الدم ودهون متلخبطة في الدم، حاجات ما كناش بنشوفها غير في السن الكبير، فابتدينا نشوفها في السن الصغير. ليه؟ لأنه الطفل بدأ يبقى يعاني من السمنة بدري، يعني الطبيعي إن إحنا بنبتدي نزيد في الوزن بمعدل معين إلى أن نصل للأربعينات للخمسينات، فبيبتدي الأمراض دي تظهر، لكن إنها تظهر في أطفال ومراهقين دي حاجة تحزن جدا. العامل الرئيسي المشترك ما بين كل الامراض دي هو زياده الوزن عند الاطفال، فهو احنا محتاجين ان احنا نعمل خطه من قبل ما الطفل حضرتك تحملي فيه عشان ما يحصلوش المشاكل الصحيه اللي اي حد بيعاني من الامراض دي فيها يعني. طيب يبقى احنا اتكلمنا الاول ان من قبل الحمل لازم الام تخس، وبعدين الرضاعه الطبيعيه مهمه، وبعدين الفطام مهم وضروري، وفي اطباء بقى متخصصين في النقطه دي. طب الولد كبر واتفطم وبقى بياكل، الاكل حضرتك اشرتي ان نوعيته مش بس كميته، طبعا يعني ممكن يكون ولد ما بياكلش كميات كبيره بس بياكل نوعيه، ايه النوعيات اللي بتؤدي الى السمنه؟ اي نوعيه مصنعه تؤدي الى السمنه، لانه ببساطه برضو ده حديثا في العلم بيأثر ده على نوعيه البكتيريا النافعه جوه الجهاز الهضمي للاطفال دول. سبحان الله ربنا خلق لنا ملايين من البكتيريا النافعه دي، ودي مسؤوله عن صحه الجسم خلاص. لما بيحصل فيها خلل، لما عملوا دراسات وابتدوا يشوفوا هو ايه الفرق ما بين نوع البكتيريا اللي موجوده عند مريض السمنه والانسان العادي اللي ما عندوش دهون زياده، لو انه النوعيه للبكتيريا الضاره بتبقى اكتر بكتير عند الشخص اللي بيعاني من السمنه. فايه اللي بيخلي النوعيات دي تختلف او انها تتحول الى نوعيه ضاره؟ نوعيه الطعام المصنع، اي حاجه ربنا خلقها جبتها انا ولعبت فيها وحطيت فيها مواد حافظه والوان صناعيه و الى اخره، او خليتها حاجه اسمها بريبريبيرد يعني جهزت الاكل بس نص نص، اللي هو انا مثلا ناجتس هاخدها احطها في القلي، الحاجات دي كلها كارثه. دي من الحاجات اللي بتبقى الام مستسلاها تهتم جدا بجانب الرياضي وتنزل تمارين وبتاع، وتلاقيها نازله بالايه من غير لانش بوكس في اكل للطفل، وتبتدي تجيب له من النادي كذا وكذا وكذا. الناس فاكره انه المهم ان الطفل ياخد طاقه، مش صحيح. الناس فاكره انه المشكله في الكالوريز او في السعرات الحراريه، مش صحيح، الموضوع معقد. نوعيه الاكل لازم على قد ما نقدر تبقى طبيعيه، يعني نستبدل مثلا المياه الغازيه بعصاير طبيعيه على قد ما نقدر، نحاول نقنن السكر خصوصا للاطفال، وفي قانون لدخول السكر للطفل لانه ده بيأثر على زي ما قلت لحضرتك حاسه التذوق وبيعرضه للسكر، في حاجات وقوانين بنحطها كده للام وهي توعيه، يعني مش لازم نستنى لما الطفل
يوصل لمرحلة ان هو بيعاني من سمنة، خصوصا ان انهي سمنة المركزية اللي برضو ليها علاقة بحلقة حضرتك، والموضوع انه في الاخر الدهون الحشوية بتؤدي الى مشاكل كتيرة، منها مشاكل لوكال او مشاكل موضعية ومشاكل ايه للصحة كلها. طيب يعني بقى النقطة التانية، حضرتك شايفة ان الفاست فود والاكلات اللي بره البيت دي ليها دور كبير في المشكلة اللي حصل. طبعا. وساعات الامهات برضو بتستسهل وبتجيب نفس نوعيات الاكل وتعملها في البيت، والاسم ان الولد بياكل الاكل في البيت. حقيقي. حضرتك شايفة ان الاكل الصحي اللي هو طبيعي يعني ما اكل الام العادي في البيت. اكل العادي. وما تستسلميش للطفل. لان هو الطفل ذكي جدا، هو يضغط عليكي مش هاكل الا لو ده متوفر. لا، هو كل ما هو متاح مباح، انا دايما بقول كده، فالمتاح في البيت الطفل هياكله، ما تخليش بقى المتاح مضر. طيب انا كنت بتكلم قبل ما حضرتك تشرفينا على نقطه الحركه وقله الحركه، وانا شايف ان ليها دور كبير بالذات في الاجيال الجديده مع ظهور البلاي ستيشن وطرق الترفيه المتعدده لدى الاولاد بالذات، فبقى الولد ما بيتحركش زي زمان. في الجيل بتاعنا احنا ما كانش في وسيله ترفيه لدى الاطفال غير الحركه. مع ظهور البلاي ستيشن وإتاحة الكرتون طول اليوم في التلفزيون وفي النت والآيباد وكل حاجة دي، الولاد بيبقوا قاعدين في مكانه وبيلعب تنس، بيلعب بوكس، بيلعب كورة، وهو ما بيتحركش. حضرتك شايفة لأي مدى قلة الحركة دي ليها دور في موضوع السمنة؟ ليها الدور الرئيسي يا فندم، لأنه حتى لما جم يعلمونا بقى كمتخصصي تغذية ازاي نعالج طفل عنده سمنة، بيدونا كده زي تعليمات او خطوات متسلسله كده نتعامل مع الطفل ازاي، من الجولز او الاهداف الرئيسيه اللي لازم الطفل ينجيج ليها او ان هو يمارسها، هو الفيزيكال اكتيفيتي او النشاط البدني. لازم الناس تفرق ما بين كلمه نشاط بدني وما بين نشاط اليوم، يعني ان الطفل يبقى نشيط فيقوم يتحرك ويقوم باعماله الحياتيه عن طريق نفسه بقى، مش ان هو يقول لمامته هاتيلي، اخته هاتيلي وكذا حاجة، وانه يبقى ملحق او ملتحق بستراكتشرد فيزيكال اكتيفيتي. يعني ايه؟ انا بعمل وبمارس رياضة منتظمة يومية ويبقى ليها وقت محدد كل يوم. دي حاجة مهمة جدا جدا. فاذا وصلنا مع الطفل مرحلة السمنة هو اصلا مش هيخس على فكرة، غير لو ابتدى نهتم بالفيزيكال اكتيفيتي او النشاط البدني اللي لايق على الطفل. ما احطش انا كأم او كأب في دماغي انه لازم يلعب الحاجة الفلانية. لازم نراعي انه في جوانب نفسية وقدرات. في اطفال سبحان الله طبيعتهم ما بيتحركوش، هم بيبقوا طبيعتهم تميل الى ان هم يقعدوا يعملوا الاكتيفيتيز او النشاطات الذهنية. وفي اطفال بالنسبة لهم الاساس هو الحركة، بيبقوا عندهم النشاط او فرط نشاط عالي. فلازم نحترم طبيعة الطفل ونبتدي مما هو يستطيع. دي رقم واحد. رقم اتنين، لما جم بقى يشوفوا انا دلوقتي خسست الطفل او خسست اي حد، ايه الحاجه بقى اللي هتضمن انه الشخص ده ما يتخنش تاني؟ الحركه، مش الدايت او مش النظام، لانه وارد ان حضرتك تخرج بره النظام لاي سبب من الاسباب، لكن الحركه الحاجه الوحيده اللي هتقي الانسان من كده. طب هي الحركه بتخسس؟ لا، مش بتخسس، ولكن الحركه بتعمل زي تقويه لعضلات الطفل، فبتخلي الطفل وهو بيخس ما يفقدش عضلاته، ودي حاجه مهمه جدا لصحته ونشاطه. الحاجه الثانيه، الحركه بتعمل ايه؟ بتقلل كل دلالات الالتهابات اللي بتبقى مصاحبه لمرض السمنه للطفل. حضرتك عارف دهون زياده يعني التهاب عالي جدا، ومنها الى الامراض، هي بتقلل كل ده. بلس لو الطفل معرض للسكر بتظبط السكر، لو الطفل معرض للخبطه دهون الدم بتظبطها، ضغط الدم العالي بتظبطها. فهي لايف ستايل موديفيكيشن، وحاجه ما ينفعش نستغنى عنها. يعني حضرتك بتتفق معايا في الراي ان المفروض الحاجات التكنولوجيا الحديثه دي تبقى مقننه، يعني ساعه في اليوم اولا هي في الجايد لاينز او في المرجعيه العلميه مقننه. يعني بنبقى حاطين مثلا للسكرينز كلها على حسب حاله الطفل، احنا بنقسم الاطفال كده لمراحل او لستيجز، يعني على حسب هو في انهي مرحله من مرحله السمنه. والتشخيص هنا مهم، خلي بال حضرتك، لازم يحصل تشخيص بناء على الرسم البياني الخاص بعمر الطفل ونوعه، هل هو ذكر ولا انثى. القصه دي برضو بيعملها متخصص تغذيه اطفال او يكون طبيب اطفال التخصص بتاعه غدد صماء، بيحطه كده في رسم بياني ويشوف هل هو عنده سمنه شديده، لا عنده سمنه بسيطه، لا هو اوفر ويت، يعني خلاص داخل على السن. بناء عليه تبدا الارشادات. طب من ضمن الارشادات ايه؟ تقنين السكرين تايم، او ان انا الطفل يقعد على الشاشه، وده دور الاب والام طبعا. طب انا ابني مدمن شاشه مش عارف اعمل ده، يبقى في اكتيفيتيز او نشاطات مصاحبه للشاشه فيها حركه. يعني حضرتك عارف انه في زي جيمز او حاجات بتبقى ابلكيشنز تخلي الطفل مثلا طول ما هو قاعد على اليوتيوب او واتيفر كل مثلا نص ساعه بيقوم يتحرك خمس دقائق. دي حاجه مهمه جدا، يعني لك ان تتخيل انه قاعد اي شخص على المكتب او على السكرين اكتر من ساعه يوميا بيعرضه لان يحصله كبد دهني في سن صغير. يبقى الطفل عنده 13 ولا 14 سنه وعنده كبد دهني كارثه.
طيب رايحين فين؟ الاطفال بيقعدوا بالخمس وبالست ساعات طبعًا. ما بيتحركوش، لكن حضرتك شايفه ان في حاجات دلوقتي بقت متاحه بتساعد الاولاد انهم يتحركوا او الاطفال عامه انهم يتحركوا. طيب حصلت السمنه بقى، انا كنت عايز اعرف راي حضرتك اولا في عمليه تكميم، هل ممكن تتم للاطفال ولو هتتم من سن قد ايه؟ والحاجه الثانيه العلاجات الجديده زي السيماجلوتايد والادويه اللي بتتاخد للتخسيس، هل دي متاحه للاطفال؟ طيب بالنسبه لعمليات التكميم لسه في المرجعيه العلميه ما فيش اجماع راي ان ينفع نبدا في سن صغير، ولكن في تجارب في الموضوع ده هايله جدا زي في جامعه عين شمس عندنا هنا في مصر، ابتدوا يعملوا ده ببيشنت سيلكشن، يعني اختيار للطفل اللي بيعاني. يعني احنا خلاص داخلين على انه هذا الطفل داخل على ايه، داخل على مشكله خلاص ممكن تهدد حياته، في خطر على حياته، هم اصحاب القرار ساعتها هل يخش تكميم ولا لا. لكن انا انصح طفل بتكميم مش من سلطتي، مش موجوده في العين. رقم اتنين بالنسبه لي هنقول الادويه اللي بتقلل شهيه الطفل دي مصرح بيها من منظمه الغذاء والدواء والماده العلميه ليراجلوتايد، لانه السيماجلوتايد لسه ما نزلتش كحاجه مصرح بيها كانتي اوبيست يعني او حاجه مصرحه لمرض السمنه، بعد سن يعني من سن 12 سنه فيما فوق اقدر ان انا لو الطفل 12 سنه فيما فوق 12 سنه. بس طبعا ارجوك يا فندم تحت اشراف طبيب، طبعا لان حضرتك عارف ان هو ممكن ان الادويه دي تبقى متاحه في الصيدليات، ما تروحش الام من نفسها كده تخش وتقول انا عايزه الليراجلوتايد عشان اديه لابني، لازم دكتور يا اما اطفال وغدا تسمى يا تغذيه اطفال هو اللي يقيم حاله الطفل ويشوف. في حاجه بقى مهمه جدا الاعتماديه يا دكتور، يعني ان انا مثلا ابقى اعود طفلي انه يبقى اعتمادي على التول او على الوسيله سواء كان دواء او تكميم، هو مش هينجح. حضرتك شايف نسبه الارتداد من حتى بعد الدواء وبعد عمليه التكميم عامله ازاي، فهو في الاخر اللايف ستايل او طريقه العيشه هي الاساس. دكتوره نيلي انت شرفتينا النهارده، سعدنا بلقائك واستفدنا جدا جدا، اسمحي لي ان احنا هنتقابل تاني كتير بقى لان الموضوع فيه تفاصيل كتير احنا لسه ما اتكلمناش فيها. ان شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. نشكر ضيفتنا النهارده دكتوره نيلي شمس استشاري التغذيه العلاجيه والصحه العامه. فاصل ونواصل. اهلا بيكم مره تانية، ودلوقتي احنا مكملين في البرنامج بتاعتنا في حلقتنا اللي هي صغر حجم الاعضاء التناسليه لدى الاطفال. في اسئله كتير جات لنا عن الموضوع دوت، هنحاول نجاوب قدر الامكان عن الاسئله اللي جات، لكن الموضوع الحقيقه هنسترسل فيه بعد كده في حلقات تانية كتير، فرجاء اللي عنده اي سؤال او استفسار يبعته لنا. اول سؤال عندي، السلام عليكم دكتور، ابني عمره 18 سنه ناقص كام شهر، وهل لازال هناك مجال للعلاج ام لا؟ السؤال الثاني، هل العلاج بالهرمونات يوقف عمل الهرمون الطبيعي في المستقبل ام لا؟ طيب هو الحقيقه ده سؤال مهم جدا. الشق الاول، السن 18 سنه طبعا ده سن حرج جدا، هل هيستجيب للعلاج ولا لا؟ دي بتفرق من شخص لشخص على حسب هل انتهت مرحله البلوغ ولا لا. خدوا بالكم احنا بنقول مرحله البلوغ لان في ناس كتير فاهمه ان البلوغ ده يوم وليله، الولد هينام يصحى يلاقي نفسه بلغ. لا يا جماعه، البلوغ ده مرحله بتستمر سنتين او ثلاثه. ففي طفل بيبدا مثلا من سن 13 لسن 16، في ولد بيبدا من سن 12 ل 15، في ولد بيبدا من سن 14 ل 17 او 18. فلو كان الولد سنه 18 لكن لسه ما انتهتش مرحله البلوغ، اذا في امل وفرصه للعلاج. مش فرصه هايله جدا، لكن على الاقل هنقدر نساعده، وبيجي لنا اطفال او شباب بقى كتير في السن ده وممكن نساعده. لكن طبعا عمره ما هيكون زي وهو عنده 15 سنه، وعمره ما هيكون زي ما هو عنده 12 سنه، يبقى كل ما هنعالج بدري كل ما هيبقى النتيجه افضل بكتير، فرجاء ما نستناش لما نوصل للسن ده. كل ما كان العلاج بدري كل ما كان افضل. ورجاء اولادنا نتابعهم كل سنه، كل سنه الطفل لازم يتكشف عليه كويس ويتعمل تحليل هرمون ذكري ويتعمل اشعه على الخصية. رجاء يا جماعه، وهنا بناشد زملائي اطباء الاطفال، رجاء لما يجي لك طفل بيشتكي من اي شيء، التهاب في الحلق، التهاب رئوي، ارتفاع في درجه الحراره، رجاء اكشف على اعضائه التناسليه. ولو حسيت لحظه ان الولد اعضائه التناسليه مش متناسبه مع حجم جسمه او مع سنه، يا تبعته لدكتور ذكوره يا تحاول تساعده. فرجاء من زملائي اطباء الاطفال ان هم يبصوا على اعضائه التناسليه مع كل طفل بيكشف. وانا هنا بخاطب الاهالي، رجاء وانت رايح لابنك تكشف عن دكتور الاطفال لاي سبب، قول له بص لي على حجم الاعضاء التناسليه، قيس لي العضو الذكري، شوف لي الخصية، اعملي اشعه على الخصية، اعملي تحليل للهرمون الذكري. يا جماعه الموضوع مهم جدا 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 فوق ما تتخيلوا. مستقبل اولادكم بين ايديكم، تقدروا تساعدوهم انهم يعيشوا حياه زوجيه سعيده،
ينجبوا بسهولة، فرجاء خدوا خطوة. الموضوع ده أهم بكتير من أن أنت تعلمه، أهم بكتير من أن أنت تسيب له ثروة. صدقوني أنا بيقولي رجال قامات كبيرة جدا في المجتمع بيبكوا زي الأطفال ويقولوا يا ريت أهلنا كانوا اهتموا بالموضوع ده وعالجونا، أهم بكتير من كل اللي احنا فيه. لأن أي حاجة تانية الولد هيقدر يعملها لما يكبر، الفلوس هيقدر يعملها، العلم هيقدر يتعلم، أي حاجة هيعرف يعملها، لكن دي الحاجة الوحيدة اللي هو مش هيعرف يعملها، ملهاش علاج، مفيش علاج لحجم الأعضاء الثنائية بعد البلوغ، لا في مصر ولا بره مصر، ولا أدوية ولا جراحة. فدي الحاجة الوحيدة اللي مش عارف يعملها، والمشكلة إنه هو مش عارف، هو مسؤول منكو أنتو، هو مش عارف، أنا مش قادر أوصل له، أنتو اللي مسؤولين، فرجاء ناخد بالنا. الشق التاني من السؤال، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ودي اللي بتقلق الأهل ويمكن بتقلق الأطباء، اللي هو هل العلاج بالهرمونات يوقف عمل الهرمون الطبيعي في المستقبل؟ طبعا دي سؤال مهم. ليه؟ لأن حسب ايه الهرمونات ايه؟ خدوا بالكوا في حاجات في الطب كده واخده سمعه سيئه من غير ما الناس تتدقق فيها، زي الكورتيزون، يقول لك يا نهار ابيض الدكتور كتب له كورتيزون من غير ما يعرف كورتيزون، ممكن يكون كريم كورتيزون، ممكن تكون قطره عشان عنده التهاب، لكن هو فكره كورتيزون دي حاجه مرعبه للناس. من الحاجات دي الهرمونات، يقول لك يا خرب ده كتب له هرمونات. يا جماعه هرمونات دي كلمه كبيره جدا، تخيلوا زي معناها جاي يقول لك كده ما تاخدش برشام. ايه البرشام؟ ما الترامادول برشام والاسبرين برشام والمضاد الحيوي برشام. يبقى اذا في حاجات كده متاخده على جملتها، فكلمه بياخد هرمونات دي كلمه بتخض. طيب الهرمونات دي انواع كتيره يا جماعه، منها الهرمون الذكري نفسه، ومنها حاجه اسمها جونادوتروبين اللي هي الهرمونات اللي بتفرزها الغده النخاميه عشان تنشط الخصي. فطبعا ما اكذبش عليكم، في غلطه بيقع فيها مش هقول كتير من الاطباء، لكن بعض الاطباء، انه بيروح لهم طفل حجم الاعضاء التناسليه صغير يعمل له تحليل هرمونات يلاقي الهرمون الذكري قليل، يقوم عامل ايه؟ يقوم يديله هرمون ذكري، وهنا دي تكمن الكارثه. يبقى احنا زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ونقول لازم الطفل يتعالج، لكن الكارثه بتكمن لو اتعالج غلط. ما هو الاخطر من ان انت ما تعالجش ان انت تعالج غلط. فتخيلوا الدكتور ده يروح جاي متبرع ومدي الولد ده هرمون ذكري، طب ايه اللي حصل هنا؟ لا حصل حاجات كتير جدا. اولا الهرمون الذكري لما باخده بجرعات كبيره، اولا هيدخل الولد في بلوغ مبكر، وهنبص نلاقي الولد ظهرت عليه علامات الرجوله بدري، ظهر له شنب وصوته تخن وبقى شكله غريب. دخول الولد في بلوغ مبكر هيخليه ما يطولش، خلاص هو كده العظم عنده قفل فمش هيطول. لكن الاخطر من كل ده ان انا هنا اديته هرمون ذكري من بره، فالمخ ادى اشاره للخصيه لا اوقفي ما تشتغليش، انا جاي لي هرمون كتير من بره، فكمان الخصيه ما كبرتش وما اشتغلتش. يبقى انا قضيت على مستقبل الولد ده وغيرت شكله وغيرت ملامحه وكل حاجه بحقنه الهرمون الذكري. يبقى الاخطر يا جماعه من ان انا ما عالجش ان انا عالج غلط. يبقى اجابه السؤال ده ايوه يا فندم، ده هيحصل لو احنا عالجنا الولد غلط، لو ادينا له هرمون ذكري. لكن احنا في علاجنا يا فندم ما بنديش هرمون ذكري خالص، ممكن ندي هرمون ذكري موضعي كريم للعضو نكبره، لكن عمرنا ما بندي الولد هرمون ذكري في صوره حقن ولا اقراص ولا غيره. امال احنا بندي ايه؟ بندي حاجه ثانيه اسمها جونادوتروبين، دي هرمونات بتفرزها الغده النخاميه عشان تنشط الخصي، عشان تطلع الهرمون الذكري بتاعها، وعشان تطلع الخلايا اللي مسؤوله عن الانجاب. في غلطه ثانيه برضه شائعه بيقع فيها كتير او من الزملاء، انه عايز يعالج. طيب الولد جاي له حجم الاعضاء التناسليه صغير والهرمون الذكري قليل، والدكتور ده فاهم كويس جدا وما ينفعش يدي هرمون ذكري، فبيدي واحد من الجونادوتروبين. الجونادوتروبين دول هرمونين مش هرمون واحد، هرمون اسمه ال ال اتش وهرمون اسمه الاف اس اتش، فبيروح جاي مديهم ال ال اتش فقط، ده الهرمون اللي مسؤول عن تنشيط الخصيه عشان تطلع الهرمون الذكري. وهنا ايه اللي بيحصل؟ ان فعلا الخصيه بتكبر والعضو الذكري بيكبر والهرمون الذكري بيتظبط والولد بينمو وبيخش في البلوغ وكل حاجه بتبقى هايله فعلا، والاهل بيبقوا مبسوطين والدكتور مبسوط وكل حاجه تمام. لكن الولد ده لما يجي يخلف في المستقبل يلاقي نفسه مش عارف يخلف. ليه؟ الدكتور هنا ركز على نوع واحد او خلايا واحده من النوعين اللي جوه الخصيه. الخصيه دي يا جماعه فيها نوعين من الخلايا. الخصيه هي العضو الذكري الوحيد اللي بيشتغل وظيفتين، حاجه اسمها اكسوكراين واندوكراين، يعني بيشتغل كغده بيطلع الهرمون الذكري وبيطلع في نفس الوقت الحيوان المنوي. فاذا انا لو عايز اكبر الخصيه لازم اشتغل على نوعين الخلايا اللي فيها. اسف في التشبيه، تخيلوا احنا معانا بيضه وعايزين نكبرها، لازم اكبر البياض والصفار، لكن لو كبرت البياض بس او الصفار بس هي ما بقتش بيضه، بقت حاجه تانية. فالخصيه فيها نوعين من الخلايا، لايدك سيل اللي بتطلع هرمون الذكري، والجيرم سيل اللي هي بتطلع حيوان المنوي. فانا بالتالي لو عايز اكبر الخصيه لازم اشتغل على نوعين الخلايا دول، اللايدك سيل والجيرم سيل. لكن لو انا كبرت نوع وسبت التاني هيجي على وظيفته كده النوع التاني. فلو انا اشتغلت على اللايدكسيل بس بالهرمون ال ال اتش
هرمون الذكر يبقى حلو جدا، لكن الولد هيكون عنده نقص في الحيوانات المنويه وممكن يبقى عنده انعدام في الحيوانات المنويه. يبقى اذا يا جماعه الاخطر من ان انا معالجش ان انا اعالج غلط. يبقى اذا انا لو عايز اعالج الطفل ده كويس لازم اخد حاجه موضعيه تكبر لي العضو الذكري، ولازم اخد هرمونات تكبر الخصيه بوظيفتنا، وده اللي احنا بنعمله. العلاج بتاعنا دوائي، العلاج بتاعنا دوائي ما فيهوش اي تدخل جراحي. العلاج بتاعنا بيجيب نتائج هايله من اول شهر او شهرين. وكتير من الامهات والاباء اللي انا عالجت اطفالهم هم سامعيني دلوقتي ويقدروا يجاوبوا على اسئلتكم ويقدروا يقولوا بنفسهم. فالموضوع منتشر يا جماعه، رجاء ناخد بالنا، رجاء ننتبه عشان الموضوع مهم جدا. معلش انا طولت عليكم، لكن الموضوع مهم، محتاج حلقات كتير قوي عشان نتكلم عنها. هنفرد حلقات كتير من برنامجنا للموضوع ده. انا سعدت بلقائكم، وانتظرونا في حلقات قادمه من عالم الرجال. شكراً.